تلقائي شاهد بعد ذهبنا إلى السينما. شكرا لك. هاي مثلجاتي. ما هذا شيء؟ صباح الخير. حسنا ما طلبكم؟ أحببت ذلك. أهلا بالضعيف. هذا أنا رايل. نعم لا زلت أذكر الضعيف والذكي. إذن أنا في المدينة ليفوز في سباق الغد. لطالما حاول هذا الغبي مجاراتي في التربية البدنية ولم ينجح في ذلك. بل أستطيع مجاراتك أيها القوي. إذن أنت تتحداني. واجهني أو عد إلى مزرعة الدجاج. الآن يا بيرت، لن تتخيل ما سيحل بك. أظنني سأهزمك الآن أيها القوي. ربما، لكن في الرياضيات 3-2-1. هيا اهزم بيرت. نعم هيا هيا اهزم. هيا 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 عليك به. هيا هيا يا بيرت. هيا يا هيا بيرت. تغلب علي. لا تدعه يتغلب علي. هيا 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 رايلي. حذرتك أيها الضعيف. نحن لسنا في المدرسة. إلى العمل. جيس، سمعت أحدهم يقول إنه يحب التزلج ويبحث عن مدرب بارع جدا. حقا؟ هيكل، هلا راقبت الطعام؟ مؤكد. شكرا. لا تفسد خططي يا سنايد. إنها تستغرق وقتا طويلا. علينا تدمير الحراس بسرعة. هيا. مرة أخرى يا ستينغريج، سيتم الآن استخراج السم من سهامك. الخطة السخيفة التي أمرك هيكل بتنفيذها. نقوم باستخراج السم. عندما يشربه الحراس سينسون أنفسهم. يشربون؟ ليس الحراس أغبياء ليشربوه. أنا لدي خطة أفضل من خطة هيكل التافهة. الحمد لله أن كودا وتايلور استطاعا إنقاذنا من الجريمة. لكن علينا أن نبقى متيقظين لخطة سنايد. انتبهوا، أنجزت شيئا جديدا للوقوف في وجه سنايد. ستمنح آليين قوة أكبر في وضع القتال. انظروا إلى هذا، المحرك المطور. رائع. إذن أيها الضعيف. بيرت، لست منزعجا من خسارة المطعم. هيا، أنت معتاد على الخسارة. لندع الجدار يحكم بيننا. حسنا.
بالتوفيق أيها الفتى الضعيف. أحسنت يا بير. فوز سهل. هيكل؟ أخفتني يا رجل. أرى أنه يجيد إزعاجك كثيرا. لا أعلم لما يفعل هذا مع أنني لم أسأ إليه في حياتي. إن أردت أن تظهر له معدنك الحقيقي فعليك أن تنافسه في السباق. أنافسه في السباق؟ إنه يسخر منك صديقي رايلي. فز في السباق لتعلمه درسا لن ينساه أبدا. ماذا؟ سهام؟ سأريك الآن ما تستطيع فعله. هذه السهام. هل هذا وحش؟ ابقى هنا فقط. ما هذه الأفعال السخيفة؟ هذه ليست خطتي. صحيح، لقد تم استبعاد خطتك بخطتي أنا. إذن لننفذ خطتك هذه يا سنايت مع التعديل. هل تظن نفسك أقوى الناس؟ هل تحاول التمثيل أو أنك ضعيف جدا؟ سأجعلك تنسى ألمك وكل شيء عن ماضي. احترس يا رايلي. هيكل، لما فعلت ذلك؟ لقد أفسدت مهمتي. سأنال منك الآن أيها الحارس. فكر ثانية أيها البطير. سأريكم. حراس القوة، انفجار الديناصور. بعد مهمتي بالإخفاق، سنلتقي يوما ما. هل الجميع بخير؟ لقد أصاب هيكل. لا هيكل، هل أنت بخير؟ لقد تصدى هيكل للسهم بدلا مني. ماذا أفعل هنا؟ ماذا حدث؟ ومن أنا؟ تقصد لا تذكر أي شيء؟ أنا لا. لا تقلق يا هيكل، ستكون بخير. هذه الفكرة خطأ، يجب ألا ندخل أحدا إلى قاعدتنا. هيكل يعرف من نكون. ماذا؟ لقد رآنا. أصيب بالسهم حين قرر إنقاذ رايلي من الوحش. علينا مساعدته. أرجوك أنسة كندل. حسنا، أدخلوا. إلى أين نحن ذاهبون الآن؟ سترى. لقد أصابني هذا السهم قبل زمن. وهذا السهم أصاب هيكل اليوم، لكنه مختلف. عموما هذا السهم يحمل سما يسبب النسيان. لهذا السبب يبدو هيكل الآن كالأحمق. من أكل الحلوى؟ وما أدراني أنا. لو أنه أصاب رايلي لكان سينسى أنه حارس. كانوا سيأخذون حجري. سيعيد هذا الترياق ذاكرته. أنا أذكر كل شيء الآن. لقد أصابني ذلك الوحش، وأنتم حراس القوة، وأحضرتموني إلى مقركم السري. لن تخبر أحدا بهذا. سركم هذا في بئر عميقة. يجب أن نستعد لأي هجوم. ستكونون ملكا لي. دمر إرسال سينغريج والحارس الأخضر خطتي تقريبا، فتصرفت بسرعة. كنت في قاعدتهم، كان عليك إحضار الأحجار. وهل أستطيع قتال جميع الحراس؟ فكرتك سخيفة يا سنايت. اسمع، عندما يشرب حراس القوة من سم النسيان سنأخذ كل أحجار الطاقة منهم. ضربة قاضية. أحب أن أرى البلد.
البشر وهم خائفون. فلنفعلها يا ستينغريج. طو أمرك. أسرع. فلتفرغ السم في البحيرة. أنت عبقري. الجميع سوف يفقدون ذاكرتهم. حتى الحراس. لقد بدأنا. سنحصل على أحجار الطاقة قريبا. أيها المشاركون، سيبدأ سباق شاطئ أمبر خلال 5 دقائق. استعدوا عند خط البداية ولا تنسوا أن تشربوا المياه. وأتمنى لكم التوفيق. هنا رايلي، استمتع بوقتك. اشرب، تحتاج إلى الماء. شكرا، لدي مشروبي الخاص. رايلي، واثق من نجاحك. بالتوفيق. شكرا. عليك بهم، ابقى ثابتا مرحبا. هيا هيا رايلي. هل أنت جاد؟ تحب الخسارة دائماً؟ ها؟ لنرى سرعتك أيها القوي. لا، سأفوز بنزاهة. استعدوا. هيا رايلي، لا تنجح. لقد أتوا. رايلي في المركز الثاني. هيا هيا، السلاح السري. اجري رايلي اجري. هيا أسرع. بيرت، ماذا تفعل؟ من بيرت؟ ماذا يحدث؟ أين أفعل هنا؟ ماذا يحدث؟ شباب، يفقد الناس ذاكرتهم. السم. لا تشربوا الماء، إنه. ترى ما قصة هذه المياه؟ هاي، ماذا أفعل هنا؟ لا أعلم لمن هذا الشيء. لوح تزلج. من إجري؟ أنيسا مورغان، هناك مشكلة. مرحبا. أهلا، من أنت؟ أنا صديقك. ثق بي فحسب. إنه شيء رائع. تفكير جيد. سأخذها إلى بر الأمان، إلى القاعدة. نعم، القاعدة. حسنا، إنها فكرة جيدة. هل سيكفي؟ نحتاج إلى الترياق لكل الشاطئ. إنه مكثف، سأرشه من الآلي. سنسرع لكي يستعيد الحراس ذاكرتهم. لا تعطهم أحجارهم قبل ذلك. فهمت. سنقوم الآن برش الترياق. هل من أحد اسمه تايلور؟ نيفرو، لأن لدي محفظتك. أنا أعرفه. تعال، إنها لك. انتظر. إذن دعني. ما هذا الشيء؟ اهدأ، إنها عطر. إذن لا بأس، بالقليل. حسنا. رايلي، لماذا رششتنا؟ لحظة، أنا تايلور وهذه محفظتي. عادت ذاكرتنا. قمت بعمل جيد. أين حجري؟ إنه هنا معي. مياه المدينة ملوثة تماما، لهذا تقوم السيدة مورغان بنشر الترياق عن طريق آلي بلاسيو. إذن علينا منع الناس من الشرب إلى أن تنتهي. علينا أولا إيقاف ستينغريج كي لا يحدث أضرارا أكثر مما حدث. هيا بنا. هيا. اسمك بيرت. ابتعدا عني، وأنت بطل السباقات. قلت ابتعدا. حسنا، فليهدأ الجميع، لقد شرب بعض المياه الملوثة. هذا أنت؟ هل تحاول إفساد قميصي؟ على الرحب. لا سيدي، لا تشربها. اعذرني سيدي إن سمحت. ما الذي حدث؟ يمكنك شرب هذا الماء. هناك سم في الماء محى ذاكرتك، فأقدم رايلي على رشك بالترياق. الضعيف؟
ساعدني؟ ابتعد عن طريقي فأنا عطش. لا سيدي، أرجوك لا تشرب منها لأن هذه المياه ملوثة. هاي، لطالما كان هذا الشاب الفتى النابغ بيننا، ثق بي أنت لا تريدها. حسنا. واو، شكرا. لا بل الشكر لك. اسمع رايلي، لقد كنت سيئا معك بصراحة لأنك دائما متفوق. أنا لم أستطع مجاراتك في الدراسة، فهل سمحتني؟ لم أتوقع يوما أنك قد تغار مني. نعم أسامحك بلا شك. إذن لننهي السباق أيها الضعيف، أعني رايلي. لا، سأساعد الناس. إذن لا تزال الفتى النابغة. هيا سأساعدك. هيا لنذهب. تشغيل نظام غش الآلي. وأخيرا ستصبح أحجار الطاقة ملكي. ماذا؟ لقد اختفوا. هذا أمر لا يصدق. قال رايلي إنه سيحضرهم إلى هنا. أيها الأحمق، لقد أضعت فرصة الحصول على الأحجار. سأضيف مزيدا من السم إلى كل قطرة ماء في هذه المدينة، وهكذا سيضطر الحراس إلى شربه في النهاية. بدأت كرياكو يعمل. ها؟ لا، لا يزالون يضعون السم. تايلور، الدرع المحسنات تعمل مع الحجر الأحمر، فاذهب إلى السد. أنا في الطريق. سيشرب الحراس من هذه المياه عاجلا أم آجلا، وفي ذلك الوقت سنكون في انتظارهم. سيطول انتظارهم. لن توقفونا أبدا. فيفاكس، أهجموا عليهم. تشيس، عليك بستينغريش، يجب تدمير السم. أنا أحاول كودة لكن كرة الفرو تعترضني. دع فيوري لي. قل وداعا لذكرياتك أيها الحارس الصغير. دفعين لا يمكنكم أن تخترقوا درعي. لا لا لا، لا تقترب أكثر يا فيوري، لا أريد أن أشتم رائحتك. يمتلك ستينغريش درعا قوية. تايلر، حان الوقت لتجرب الدرع المحسنة. وأنت قلتها، تفعيل درع الديناصور. المدخرة، مستعد. قوة الدرع المحسنة، انطلاق. قوة انفجار الديناصور. رائع، يا لها من قوة. الدرع المحسنة، الهجوم اللولبي. المدخرة، مستعد. وقت اتحاد الأسلحة. سيفو الديناصور، أتمنى أن أفقد ذاكرتي بعد هذا. رائع. أحسنت يا تايلور. كما قلت، لا يمكنكم اختراق درعي. شعاع الوهم. ولم تنسوني ابدا. وقت الآليين. فلنستعمل المدخرة المحسنة للقضاء على ستينغريج. أشعر بالقوة. رائع سيدة مورغان.
محرك الهجوم هذا رائع. نعم. أعطاني محرك الهجوم دفعة من القوة. إنه ضعيف، اسمح لي بأن أقدم العرض النهائي. إنه سهم حارق. أسرع واملأ الكؤوس، يريدها هيكل بسرعة. هيا طوى أمرك كما تشاء. أتساءل بما أملأها. أوه ترى ما هذا الشراب؟ يبدو لذيذا. لما لا تخدمون أنفسكم؟ انتباه. صمتا. رجاء سنايد ربما أخفق في القبض على الحراس، لكن أنا لدي خبر مفاجئ. لقد عرفت مكان القاعدة السرية للحراس. معا سوف نقتحم المكان وندمرهم جميعا، وأخيرا نأخذ الأحجار إلى النصر، إلى المجد. فيوري أخبرني ماذا سنفعل الآن. أنا لا أظنني أذكر. أنا أظن سأذهب لأخذ قيلولة. هناك، لقد أتوا. إلي هل انتظرت لحظة؟ أريد لصديقي أن ينهي السباق قبلي. عما تتحدث يا رجل؟ لقد هزمتني وعبرت أولا. أنا أحمل رقما قياسيا لأقصر وقت، وأريد أن أحمل رقما قياسيا لأطول وقت. ربما أريد أن أسجل رقما قياسيا. أرى أنكما تحولتما من خصمين إلى صديقين. كلاكما فاز. معا إذا. معا.